جرح مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 25 جراحة، بعد أن فتح الله عز وجل على يديه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وعليه تلك الجراحات بكى رسول الله وحق له أن يبكي. أمير المؤمنين الذي يتمنى ملائكة الله أن يلقوا نظرة على وجهه الشريف، الذي تتمنى الأنبياء وتتشرف بالنظر إلى وجهه الشريف، هذا يحارب ويؤذى ويجرح، من حقه صلى الله عليه وآله أن يبكي، هذا يلزم أن يقبل الناس الأرض بين قدميه. في ليلة 11 من المحرم ماذا حدث بقلب النبي صلى الله عليه وآله؟ رسول الله رأى 25 جراحة على جسم أمير المؤمنين، بكى ذلك البكاء. في ليلة 11 من المحرم ماذا رأى رسول الله؟ ماذا حدث بقلب أمير المؤمنين وقد جاء إلى مصرع الحسين؟ سيدة نساء العالمين حضرت في ليلة 11، ما الذي تركت مصيبة الحسين في قلوب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ مئات السنوات تمضي على استشهاده، حفيده سيد هذا العصر أرواح العالمين فداه، لا يزال يبكي ذلك البكاء.